السلام عليكم. اليوم راح اسوي فول ورز ولبن. راح اخذ فول، كاسة رز منقعة، وراس بصل كبير مفروم ناعم. هلق راح افرجيكم الطريقة، كتير سهلة وطيبة، ان شاء الله بتعجبكم. تابعوني. هيك انا حطيت الزيت يحمى شوية، راح انزل البصلة. مع اللبن طبعا راح افرجيكم كل مرحله راح نمر فيها. كثير طبخه سريعه وطيبه ومفيده عن جد فيها. اضيف ميه بس لحد ما يستوي عشان راح احط له اللبن وما بدي يكون مرفي كثير، فهي المي انف الى تقريبا زي كاستين ميه مش ازبط. راح ارجع لكم في المرحله الثانيه، تابعوني. اوكي انا هيك هون في الطنجره حطيت 3 معالق كريم تشيز، راح احط كمان نص علبة يوغورت. طبعا اكيد لازم اعتقدهم على الغاز، ما ازيد لهم ولا مية ولا اشي. طبعا راح افرجيكم كيف، كل مرة بفرجيكم اياها احسن طريقة ان اللبن ما يقطع ولا يفور معاكم ولا انه يصير فيه زي حبيبات او يفرط. راح افرجيكم هلا، تابعوني. أنا هيك رفعت على النار، وراح أبلش إني أحرك فيه تحريك مستمر لحد ما يغلى معايا ويدوب الكريم تشيز ويصير سائل واحد. بعدها بضيف عليه البهارات، الملح، الماجي، المي، أي إشي بدي إياه. المهم لازم يسخن ويغلى ويدوب كل اللبن والكريم تشيز مع بعض عشان يعطيني الملمس الناعم، ما يفرط معايا ويسوي حبيبات. ففي ناس بيحطوا بيض او نشا في اللبن، هذه طريقة بصراحة يعني في ناس بيحبوها بس انا بحسها انها غلط، لان البيض مع اللبن بيعطي حموضة كتيرة للبن وبعدها بيسوي حزاز مع الواحد وما بيطول، يعني اذا ضل تاني يوم راح يحمض من الواحد ويخرب. اما هذا هيك بيقعد يوم يومين ما بخرب وما بصير الا اشي، وحتى لو سخنتي بدل المرة مرتين بيضل زي ما هنت، ما احلى، ما بيكبتل، ما بفرط، ما بيحمض. يعني فبرجع كل واحد الطريقة اللي تعود عليها وهيك. أنا مرتاح لهي الطريقة وطول عمري يعني بسويها، الحمد لله بتكون ما أحلاها. شوف كيف بتصير سلسة مع الواحد مع التحريك.
اضيف لها الميه. طبعا لازم تكون الميه سخنه احسن ان عشان اللبن ما يجفل. ارجع لكم. وهذا انا عندي الرز والفول مقرر يستوي، بس طبعا راح اخليكم لحد ما يغلى اللبن كويس وامكلا احطه فوق. انا هيك عندي اللبن في المرحلة هاي، راح اضيف المية طبعا كفاية البنية كفاية على حسب الطبخة اللي حطوها. انا هنا الطبخة عندي صغيرة مش كبيرة، فيدوبك حطيت كاستين مية. هلا راح اضيف رشة تومة، رشة فلفل اسود، رشة كركم هذه اختيارية عشان اللون، طبعا ملح حسب الرغبة. اللبن الرز يا ربي والفول على اللبن عشان يتطبخوا مع بعض. اكيد راح ارجع هيك. راح اضيف الفول واللبن، الفول يا ربي والفول على اللبن، وراح ارجع لكم. هيك انا حطيتهم مع بعض، بس راح اخليهم يتطبخوا لحد ما يستوي الفول منيح والرز، وطبعا اكيد راح اخليكم اياه ان شاء الله في المراحل النهائيه. تابعوني. وهيك جهزت الطبخة، هاي القوام تكون هيك بدون لحمة ولا اشي، كتير طيبة وسهلة وسريعة. ان شاء الله بتجربوها وبتعجبكم. ولا تنسوا حبايبي الاشتراك بقناتي. شكرا لكم على المشاهدة.